هو هيكمل معاكم 10 ل 11 وهياخد من 12 لوحدة بتاعتي، تمام؟ ده طبعا عشان ما يفوتناش اي حاجه. انا بيسكلي مش بحب ان انا يعني افوت او اضيع وقتكم. طبعا انا ما لسه ما عنديش كونتاكت مع اي حد منكم علشان كنت بلغكم بالملحوظه دي. انا هعمل شانل، انا كنت عامل شانل او حد من الطلبه يعني عمل لي شانل السمستر اللي فات للتواصل مع الدفعه، بحيث يبقى في حاجه طالعه مني دايركت للطلب مش على جروب من جروبس الدفعه، او يكون محل شك هي قالت ولا ما قالتش. انا مش بحب البلبله، ومش بحب ان كمان الكلام يؤول او يحمل اكتر من المعنى المباشر ليه، تمام؟ فهعمل شانل ان شاء الله، ومحتاج اتحكم منكم بس يعني اتواصل معاه بنت الطوارئ، فممكن تختاروني حد حضرتك؟ طيب بعد الليكتشر على طول اديني بس رقم اللي عليه واتساب بتاعك، وانا هديك رقم الواتساب بتاعي تحتفظ بيه مؤقتا، تمام؟ بعد كده هنشوف انا الاكسس المفروض يتفتح لي على السيستم بحيث يبقى تواصلنا وكل الانتر اكشن على رسمي على الايلرنينج سايت بتاع الديبارتمنت. لو قالوا لي برضه ان لسه هضطر اتواصل على التليجرام. التليجرام هبعت لكم فيه اي انستراكشنز، اي حاجه جت زي السيتويشن اللي احنا فيه ده، بدلت المحاضره، حصل اي حاجه محتاجه ابلغها لكم. هتواصل مع دكتور اسمه ايه دكتور؟ ابراهيم شاهين دكتور شاهين، هتواصل معاه. وانتوا اكيد عندكم جروب مع بعض ولا لسه ما عملتوش؟ خمسه؟ خمسه دي يعني كتير، يعني خليكوا واحده عشان المعلومات. ماي ادفايس، ماي ادفايس، اعملوا واحده خليها بروفيشنال رسميه، يعني فيها اخبار ما فيهاش تلبشه، ما فيهاش اخذ ورد. انا بقول لكم كذا ومحدش يقول متشكرين جدا تعبتنا معانا كل سنه وانتم طيبين، صباح الفل والورد ومساء مش عارفه ايه، الحاجات اللي دي مالهاش لازمه، بحيث ان هي تبقى فيها يعني مسجز محدده وتخص الدراسه فقط، علشان في ناس ثانيه مالهاش وجع دماغ ده. وبصراحه وخاصه قبل الامتحانات بتيجي حاله بانيك كده، وكله بيفقد تركيزه، وكله بيتشكك في اي كلام يتقال، ويحب يسال على حاجه مره واثنين وثلاثه واربعه. ما تنفعش الطريقه دي، بتوتروا نفسكم بدون داعي، بتاخدوا من وقتكم كتير وافرت ملوش لازمه. لو اتحطوا في المذاكره هيبقى زي الفل، تمام؟ ف this is my advice بناء على الاكسبيرينس بتاعت الدفعه اللي فاتت برضه. طيب كده احنا 9 الصبح ان شاء الله هنبدا دلوقتي ان شاء الله، ده كله كان كلام كده سوشيال. هنبدا النهارده ان شاء الله اول ليكتشر في الموديول الاولاني اللي اتفقنا عليه اللي هو الـ FHB Fundamentals of Human Body، اساسيات جسم الانسان من ناحيه طبعا الهيستولوجي. كل ديبارتمنت هتتكلم من اللي يخصها. قسمنا الموديول ده جزء الهيستولوجي بتاعه ل 3 بارتس، حد فاكر؟ احنا قسمناه لايه؟ سايكولوجي. سايكولوجي يعني ما يخص السيل ستراكشر كله، تمام؟ وسايكوجينيتكس يعني مبادئ كده في الوراثه البشريه خاصه بالكروموسومز والسيل سايكل، دوره حياه الخليه وانقسامها، و بعض المشاكل الصحية أو الوراثية اللي ممكن نشوفها في المرضى بتوعه. والجزء الثالث الإبيكيمي اللي هو نسيج الطلاق، تمام؟ كده واضح في ذهننا إيه اللي يشمله هذا الموديول. زي برضه ما قلت لكم في الانتروداكشن ليكتشر إن هيبقى عندنا الثلاث أسابيع الأولانيين يعني ست محاضرات تقريباً، هيبقوا دول كلهم FHP. ده الأمر فاير الأمر، يا إما حد بيشرب سجاير قريب منه، يا إما في ساعات عنده خطر. فلو حصل مرة إن في حريقة فعلا إن في خطر، ما أعتقدش إن إحنا هيبقى
قلنا اي رد فعل عادي هنولع يعني مفيش مشكله كله في التغيير العادي خلاص خلاص اللي هنبدأ فيه النهاردة هنبدأ كده بالجزء أعتقد إن معظمكم عنده فكرة كويسة عنه هي دراسة الإنسان وأنا وصلت المرة اللي فاتت أنا اللي نسيت أعمل السيرفي ده مع إن أنا يعني كان في البلان بتاعتي وعملته مع الدفعة اللي فاتت يمكن الدروب اللي كان في الدفعة اللي فاتت وخلاهم يعانوا شوية أكتر إن عدد الحاصلين على الثانوية العامة من السعودية بالتحديد لو سمحتوا الموبايل تبقى سايلنت كلها الموبايل تبقى سايلنت صامت بما فيكوا أنا السعودية مشكلتها الانجليش نمرة واحد نمرة اتنين dependency dependency يعني ايه؟ معتمدين اساسا على البرشيم اللي بتتاخد في الاخر دي خلاص؟ الكتب زي الفل والكونتنت بتاعها نهائي يا ريت لو ده يتنقل من ناحية الطالب بهذه الطريقة ما يقلش عن الاي جي او الامريكان او يعني طبعا الاي جي اكيد ستيب اهيد يعني لكن نظام الامتحان ونظام السبون فيدنج وتسطيح الدنيا خالص كده ما يعرف بالتسهيل ولا ما قصرته ويعطيكم العافيه والكلام ده انا بقول ده مش هيقف لان هو ده الواقع انا اشتغلت فتره في السعوديه في جامعه تبوك اللي واخدين من هناك من الثانويه العامه عارفين تبوك طبعا فشفت البرودكت بتاع الثانوية العامة وشفت الناس فطبعا أكتر طالب بيخش لي هنا مستعد طالب الـ IG سواء خد AS أو A level بيولوجي على بعضه أو اكتفى بالـ O level أنا معرفش وقت بالنسبة لكم في السبت دي فاكر التنسيق يسمحوا بكده ولا لا بس لازم A level أنا أقصد اتسمصت لا مش خلاص أنا أسف فاللي داخل جاهز الى حد كبير وده مش معناه تقفل الابواب على مدون زائد بالعكس اوائل الدفعات ما بيبقوش على شيء بالضروره خلاص في ناس كتير ثانويه عامه او سعودي او وات ايفر وبيشوف الفرق البرفورمانس بتاع اثناء المحاضره واثناء السمستر وخرسح على انك عايز تحصل وتطور نفسك هو ده اللي هيخليك تعدي صعوبه البدايه انا متواجد معايا زي ما قلت لكم في الاورينتيشن at least 3 days a week يعني في ثلاث ايام رغم ان انا مبتدئ يعني شغلي اصلا في القصر العيني لكن متواجده الى حد كبير لان انا ممكن اروح شويه القصر العيني اخلص وارجع او اعمل حاجه هنا واروح اكمل هناك تمام فهتلاقيني ان شاء الله اي وقت تقولوا مني حاجه هتعرفوا توصلوا لي بسهوله انا المكتب بتاعي الاوفيس هنا جنبكم 233 تمام هتلاقوني برضو هناك لو عايزين حاجه ان بيرسون وهنشوف طريقه التواصل بقى الالكترونيك هتبقى ازاي هنبدا النهارده اول محاضره دايما اي محاضره اي توبيك كده وي هاف تو بي اورينتد وذ ذا اوبجكتيفز احنا عايزين نطلع بايه ايه الحاجات اللي هنغطيها في المحاضره دي او مجموعه المحاضرات المرتبطه ببعضها الاوبجكتيفز الاهداف الاهداف دي لازم تبقى واضحه وعارفينها مش عشان الجوده بتقول كده ولازم المحاضرات تبقى كده عشان نبقى عارفين احنا داخلين على ايه بنحط رجلينا فين في شويه حاجات لازم نطلع بيها من المحاضره او مجموعه المحاضرات دي بمعنى ان احنا بعد ما نخلص الشابتر ده نرجع نبص تاني على الاوبجكتيفز بتاعتنا هي فولفيلد ولا لا غطيناها ولا ما غطيناهاش لو لقينا حاجه غريبة علينا يبقى إذا في ديفكت في حتة نقص المفروض إن احنا نعرفها ونكملها. إيه اللي احنا هنكفر في خلال المحاضرات الـ 3 ويكس بتوع الجزء ده من السايكولوجي؟ عايزين نعرف الـ structure and ultra structure of the self. إيه الفرق بين الـ 2 terms دول؟ الميديكال ترمينولوجي هيبقى كتير في الأول.
انا هحاول اترجم عشان حضراتكم اللي عنده صعوبه في اللغه شويه. دي ده مش انجلش، ده ميديكال ترمينولوجي. الميديكال تيرمز المصطلحات الطبيه دي بيبقى يا اما لاتن يا اما جريك اوريجين، تمام؟ ما هياش انجلش، بمعنى ان الامريكاني والانجليزي اللي لغتهم الاساسيه انجلش ما يعرفوهاش بره، ده بتاع الناس اللي بيشتغلوا في الميديكال فيلد، تمام؟ ففيها صعوبه على الكل. احنا هنتجاوز بسرعه وهنعمل يعني هقول لكم الترجمه بتاعتها بالعربي بحيث ان اوفر عليكم الوقت اللي ممكن تقعدوا في البيت تترجمها. نترجم الحاجه اللي تقف معانا وتخليني استحاله افهم الموضوع خالص. لكن في ناس اللي بتترجم كلمه كلمه دي هتضيع وقت ومجهود في nothing، مش هتلاقوا حاجه بعد كده. الميديكال تيرمز نعرف معناها، وشويه شويه واحنا ماشيين هديكوا تيبس كده هاو تو فراكشنيت، يعني نقطعها بحيث ان احنا نعرف لما نلاقي الجزئيه دي سواء suffix او prefix، حاجه prefix في الاول او suffix في الاخر، نستدل منها على معنى معين في الكلمه، فده هيساعدنا كتير في التواصل على في structure يعني التركيب، والالترا structure يعني التركيب الدقيق. ترمينولوجي بقى، structure يعني اقصد بيها الحاجات اللي بنشوفها باللايت مايكروسكوب، ميكروسكوب الضوء اللي بيكبر عدد مرات محدود. انما الالترا ستراكشر اللي هي التركيب متناهي الدقه او الدقيق قوي او قوه تكبير عاليه جدا بتاعت الميكروسكوب، فده بنسميه الترا ستراكشر. يبقى ده تيرم هنستعمله ممكن في الاسئله، لما اجي اسال اقول لك مثلا what is the structure of كذا او الالترا ستراكشر of كذا، تبقى فاهم انا بتكلم على انهي مستوى. طبعا انتوا الاسسمنت بتاعكم ما فيهوش اسئله ريتم، اللي هو الجراديت اللي هو العديد درجات، ما فيهوش اسئله كتابيه مقاليه، في بس ام سي كيوز. الام سي كيوز دي الاختيار المتعدد ده، في ناس بتقول اه الحمد لله ده اسهل كتير، بس ده طبعا مش شرط اطلاقا. يعني ممكن يجي سؤال تقعد تلف حوالين نفسك عشان تعرف تجاوب عليه، يقول يا ريتو كان جابها لي صوره اسي كويستشن او شورت انسر كويستشن، بحيث ان انا كنت كتبت اللي عندي وخلاص، تمام؟ فاحنا كمان في الاسسمنتس بتاعتنا الاسسمنت بتاعنا اللي هنعمله الحاجات اللي من غير درجات دي هنتمرن برضه فيها، لان احنا Arabic speakers ما احناش يعني native English speakers، فمحتاجين نطور نفسنا شويه ونعرف نكتب. حضرتك كطبيب بعد كده هيبقى مطلوب منك انك تكتب ريبورت جديد، هيبقى مكتوب منك انك تكتب observations بتاعتك في الفايل بتاع البيشنت، فما ينفعش تبقى دكتور بتاع اختيارات بس ما تعرفش تشتغل الا انك تختار، لازم تكتب. فدي حاجه هنعملها في الكونتينيوس اسسمنت بتاعتك. هنحاول دايما زي ما قلنا في الانترودكتوري ليكتشر برضه، الهيستولوجي مش حاجه صماء كده بتاع شكل ماشيين نتفرج على اشكال كده، لا انا عايز اشوف هو شكلها ليه كده عشان تعمل الفانكشن المطلوبه منها. يعني وي هاف تو كورليت، بنعمل علاقه ما بين المورفولوجي ما بين الشكل بتاع اي حاجه والفانكشن المطلوبه منه، وبالتالي هنفهمه وهيبقى سهل علينا جدا بعد كده ان احنا نبني على المعلومه البيزك دي. هنشوف السيل بالكومبوننتس بتاعتها اللي احنا عارفينها، في سيتوبلازم في نيوكليوس. سيتوبلازم في ايه؟ عباره عن ايه تركيبه؟ والحاجات اللي هنشوفها دي اورجانيلز واورجانايز ونيوكليوس، والنيوكليوس بتتركب من ايه؟ كل التفاصيل دي لازم هنبقى اورينتد فيها. بلس ده كله بقى بلس ان احنا هنعمل ابلكيشنز، كلينيكال ابلكيشنز او ميديكال ابلكيشنز على بعض الحالات المرضيه البسيطه اللي ممكن قوي ان احنا نشوفها في البراكتس بتاعها، والمشكله اللي فيها اصلا من حاجه فيها الترا ستراكشر. الاثنين الدكاتره اللي هنا اللي قاعدين ماسكين الموبايل بيتكلموا من ساعه ما دخل، ايضا اختاروا، انا قلت من الاول انت مختاره، ما انتش مضطره اطلاقا انك تيجي تقعدي هنا، تمام؟
يا تقعدي وتسمعي اللي بيتقال وتنتهي وتبطل كلام يا تتفضلي معاك في سلام. بداية هيستولوجي، what do we mean by histology؟ في الميديكال تيرمز هيستولوجي is a medical term. يعني لو قلت هيستولوجي لواحد أمريكاني هيقول لك what's that in English؟ مش طيب. هيستولوجي هنقسم دايما. أي ميديكال تيرم هنقسمه لأجزاء 2-3 على حسب إيه هو. هنقسمه لجزئين هيستوس ولوبس. دي اللاتين اوريجين بتاعه. هل هيجيلنا اسئله في الامتحان على حاجه زي كده؟ هل ام سي كيو مثلا واقعد بقى احط لك اجابات؟ لا طبعا، دي مجرد حاجه اما بنعرف اصلها لان هنلاقيها تتكرر معانا كتير. هيستو اصلها هيستوس. هيستوس يعني ايه؟ يعني تيشو. تمام؟ ولوجس يعني هنلاقيها بتبقى اولوجي في الاخر الكلمه اولوجي. Ology is the science concerned with study كذا كذا كذا، يعني العلم نفسه. بمعنى ان احنا هنلاقي الology دي تتكرر معاكم كتير. مثلا بتاخدوا physiology، يبقى اذا this is the science concerned with studying the function of the different parts of the body or systems or organs or whatever. تمام؟ مثلا oncology، علم بتاع دراسة الأورام. تمام؟ اي ساينس اولوجي في الاخر دي معناها الساينس اللي بيدرس او بيهتم بالحاجه الفلانيه. احنا هنا هنهتم بايه؟ هنهتم بدراسه الانسجه وبالتبع ليها الخلايا. هل يا ترى حاجات الانسجه والخلايا دي حاجات سهل كده ان انا اجيبها واقول اه النسيج ده شكله كذا 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 وبيعمل كذا وبيشتغل بالطريقه دي؟ لا طبعا. We have to use a proper tool. ايه التولز بتاعتنا في الهيستولوجي؟ الـ different types of microscopes. هي دي الحاجة اللي بنستعملها. التول الأداة اللي احنا بنستعملها في دراسة الحاجات الدقيقة دي سواء structure أو ultra structure ما عندناش إلا الميكروسكوبات. الميكروسكوبات بأنواع. أنواع الميكروسكوبس وطريقة تحضير العينات إزاي بنتعامل معاها، ما بنجيبش تيشو كده زي ما هو ونبص عليه تحت الميكروسكوب. بنتعامل معاه بطريقة معينة. ده هيتقال ان شاء الله في البراكتيكال. الاسبوع الجاي ان شاء الله في البراكتيكال هشتغل. طيب طبعا جسمنا كله as a human body كده it is formed of a group of systems. في اجهزه. جهاز تناسلي، جهاز البولي، جهاز التنفسي الدوري، كل الاجهزه دي بنسميها systems. اي سيستم بيتكون من ايه؟ من organs، من أعضاء. أي عضو في جسمنا بيتكون من إيه؟ تيشو. بيتكون من تيشوز. تيشوز أو تيشو. عادة لازم يبقى على الأقل اتنين أنواع من التيشوز. تمام؟ وأي تيشو في الدنيا بيتكون من سيلز. السيلز دي عشان تديني تيشو لازم يكونوا of the same structure and function. شكلهم زي بعض وبيشتغلوا نفس الشغلانة. تمام؟ يبقى دول اقدر اقول عليهم تيشو. بينسقوا مع بعض للصالح العام بتاع الفانكشن المطلوبه من هذا التيشو. طيب التيشو ده اللي انا هاخده قلنا مش هعرف اتعامل معاه زي ما هو، لازم هشوفه تحت الميكروسكوب. هل هقدر اجيب حته مكبده كده واحطها تحت الميكروسكوب هشوف منها حاجه؟ لا، يبقى لازم اتعامل معاها بطريقه معينه وفي الاخر اقطعها طبقات رفيعه جدا على قد ما اقدر تبقى رفيعه، بحيث لو تديني طبقه واحده من الخلايا الموجوده يبقى يا سلام، هو ده عز الطلب. بحيث ان انا اشوف شويه الخلايا جنب بعضهم طبقه واحده، مفيش حاجه فوقيها حاجات متداخله، اقدر بقى اشوفها كويس وادرسها كويس وتبقى زي الفل. يبقى اذا انا لازم بتعامل مع التيشو واقطعه. To be cut. وبعدين تبقى mounted. يعني ايه mounted؟ ملهاش علاقه بالmountain، بالجبل. mounted يعني بلزقها واحطها على شريحه ازاز. تمام؟ شريحه الازاز دي بحط عليها التيشو وبرجع الزق عليها كفر كده رفيع ازاز، غطا رفيع ازاز برضه من نفس النوع
واقدر بعد كده احطهم على اللايت مايكروسكوب. يبقى دي الشريحه وعليها التيشو بتاعي، عملت له ماونتنج عليها، لزقته وغطيت وحطيتها على المايكروسكوب. طيب هو انا كده اقدر اشوفها؟ معناها بقى هو كل حاجه هقدر اشوفها؟ لا. معظم التيشوز بتاعتنا بتبقى انستين، ما فيهاش صبغه، شفافه، مش هقدر اشوف. يبقى انا لازم اصبغها، والصبغه دي في انواع كتير من الصبغات، هختار ايه ولا ايه ولا ايه؟ طبعا كل حاجه وليها حاجه، يعني كل حاجه معينه موجوده في التيشو اللي قدامي عايز اشوفها بختار لها الصبغه المناسبه. تمام؟ لكن في صبغه يونيفرسال او روتين بستعملها بصفه روتينيه، دي اللي بنستعملها في المعامل حتى بتاعت التشخيص. مثلا لو خدنا عملنا عمليه وخدنا جزء من الورم او من عضو او من اي حاجه وبعتناه يتحلل تحليل انسجه، بستعمل صبغه بصفه مبدئيه توريني الدنيا فيها ايه، وبعدين على حسب بقى اقرر اذا كنت محتاجه صبغه خاصه من نوع خاص تصبغ لي حاجه محدده في الشريحه او لا. فبستعمل الصبغه الروتين بتاعه الهيستولوجي اللي هي اللي لازم استعملها من رواحه اسمها هيماتوكسلين ان يو سي. هيماتوكسلين ان يو سي بنختصرها اتش ان اي. تمام؟ اتش ان اي، اتش فور هيماتوكسلين، اي فور يو سي. الهيماتوكسلين ده بيديني لون ايه؟ بيديني لون ازرق، بلو كلر. اليو سي بيديني لون بينك، وردي كده او زهري. تمام؟ دول اللونين دول بيبقوا هما دول الكاركترستيك كلرز اوف هيماتوكسلين اند يو سي. ايه بقى اللي بيتسبب بده وايه اللي بيتسبب بده؟ ده قصه ثانيه. عاده دايما بنلاقي النيوكليوس النواه بتاعت الخليه بنلاقيها واخده اللون الازرق. طب الازرق ده بتاع الهيماتوكسلين ولا اليوسين؟ بتاع الهيماتوكسلين. السيتوبلازم بيبقى اللون البينك او الاحمر الفاتح بتاع اليوسين. الهيماتوكسلين دي كيميكالي it is a basic stain. يعني ايه basic stain؟ يعني الرياكشن بتاع الصبغه دي قاعده. تمام؟ قاعده. احنا عارفين الكيمستري، القاعده بتتفاعل مع ايه؟ البيز. البيز مع الاسيد الاسيديني صوص. تمام؟ القاعده بتتفاعل مع الحمض وبتديني ملح. القاعده بتتفاعل مع القاعده او الحمض يتفاعل مع الحمض؟ لا. فانا عشان اسبغ لو جبت الصبغه اللي هي الهيماتوكسلين دي اللي لونها ازرق وهي بيزك ستين، يبقى لازم هتسبغ لي ايه في الخليه؟ الحاجات اللي الوسط بتاعها ايه؟ حمضي، اسيد. الحاجات اللي فيها اسيد هي اللي هتتسبب باللون الازرق. تمام؟ وعلى العكس بما اني جايبه صبغه فيها جزء بيزك يبقى لازم اجيب حاجه تكملها، حاجه حمضيه شويه اسيد، علشان الستراكشرز اللي فيها بيز في الـ في الـ في السيل هي دي اللي امسك فيها واسبغها. طيب تفتكروا ليه قلنا ان الهيماتوكسلين اللي لونه ازرق بيسبغ النيوكليس؟ لا، عايزه ايدين تترفع وواحد بس يتكلم وكلنا نسأل. ايوه يا دكتور. عشان بيبقى جوه فيه نيوكليك اسيد. تمام، لان النيوكليوس از ذا سايت اوف نيوكليك اسيدز، اسيدز فيها اسيدز اهي. يبقى اذا دي اللي هتتفاعل كويس قوي مع البيز اللي انا حطاها. فعشان كده النيوكليوس هتاخد اللون الازرق. ليه؟ لانها اسيدك، الرياكشن بتاعها اسيدك. تمام؟ يبقى هتتفاعل مع الجزء البيزك من الصبغه اللي انا بستعملها. طيب وبالقياس السيتوبلازم هنا ليه بياخد اللون بتاع التمثيل؟ نفس الكلام. لانه ببساطه يا اما ان هو بيزك ان رياكشن او ما فيهوش اسيدز. يعني الحاجه البيزك او اللي ما فيهاش اسيدز بكميات كبيره هتتسبب باللون بتاع اليوسين.
يبقى الطبيعي عندي الـ HME أو الهيماتوكسين and you see it's stable إن أنا ألاقي السيلز اللي أنا بتفرج عليها في أي تيشو أنا بشوفه الـ nuclei of these cells are stable blue in color وده بقول عليها إن هي basophilic بيزو basic philia يعني light يعني it lights the basic states لكن هي الرياكشن بتاعها ايه؟ اسيدس هي اسيد لكن بتاخد بتحب الثغرة البيزك فعشان كده بقول النيوكليوس والبي ستين البلو وده اسمه بيزوفيلك تمام؟ المعلومة دي very important عشان بعد كده احنا هنوصف اي سيل هنقول مثلا النيوكليوس is بيزوفيلك مش حابب اقول لكم بقى it is blue وبتتصدر بالهيماتوكسين خلاص احنا عرفنا بيزوفيلك واسيدوفيلك دي لوحدها بتلخبط طلبه كتير لفتره طويله لكن ده الاساس بتاعها واضحه اللي مش فاهم يقول لان ده هيتكمل عليه حاجات ثانيه يبقى اذا النيوكليس عشان فيها نيوكليك اسيدز يبقى اسيدك ان رياكشن يبقى تاخد الثغره البيزك اللي هي الهيماتوكسين اللي منها ازرق يبقى بقول عشان كده ان هي بيزوفيلك محبه للثغرات البيزك السيتوبلازم ما فيهوش هذه الكميه من الاسيدز والرياكشن بتاعه ناحيه الالكالين اكتر وبالتالي بياخد الاسيد وبسميه عشان كده اسيدوفيلك تمام بيحب الاسيدز عشان هو بيز في بعض السيلز هنلاقيها اكسبشنال للقاعده دي بمعنى ان السيتوبلازم بتاعها مش بينك كده مش احمر هقول عليها برضو اسيدوفيلك لا. لا طب افكر كده مزرق هو ازرق ليه معناها ايه اترجمها ازاي دي ان بقى في ايه يا دكتور مش بالضروره اكتيفيتي عايزه حاجه معينه اكتيفيتي في اتجاه معين ان خلى السيتوبلازم بتاعي موجود حاجات اسيدك كتير فالاسيدك دي مش هتاخد اليوسين هتاخد الهيماتوكسين فهتخلي السيتوبلازم بتاعي مزرق تمام؟ دي الاكسبشن يعني مش كل السيلز معظم السيلز هتبقى ماشيه كده تمام؟ لكن بعض السيلز وهنقول عليها في وقتها ايه بالظبط اللي خلى فيها الرياكشن يبقى هايلي اسيدك كده؟ ايه الاسيدز اللي موجوده دي علشان تاخد البيزك ستين اللي هي الهيماتوكسين وتديني بيزوفيليك سايتوبلازم يبقى النيوكليس لازم تبقى زرقاء بالضروره مفيش احمر منها تمام؟ كلها زرقاء لكن السيتوبلازم هو يا يبقى اسيدوفيلك في معظم السيلز يا اما يبقى بيزوفيلك في بعض انواع السيلز هنقول عليه اللي فيها ستراكشرز فيها اسيدز كتير في السيتوبلازم تمام واضح يا دكاتره طيب اذا استعملنا الميكروسكوبس زي ما قلنا ابسطهم اللايت مايكروسكوب اللي احنا كنا شايفينه في الصوره اللي فاتت دي مين استعمل مايكروسكوب في المدرسة أيام ثانوي؟ أو إذا كان جاي من كلية ثانوي؟ طيب ما شاء الله على فكرة أنتوا كل شوية بتطمنوني. أنا كنت بصراحة حاطة إيدي على قلبي من الدفعة اللي إن بتوين دي. هذه الدفعة دايماً بتبقى سيئة السمعة. سيئة السمعة بمعنى إن هي فيها ناس كتير يعني ريبيترز أو يعني مش انترستد قوي في التعليم الطبي او جايين من حته ثانيه وعاده مستواهم بيبقى ممكن عشان محدش يزعل يكون اقل من الستاندردز المطلوبه في هذا المكان مثلا لكن بصراحه انا شايفه ان يعني في كذا فاكتور او انا عماله نلمهم يطمئن خلي الواحد كده ياخد نفسه ويحس ان الدنيا هتنور ان شاء الله بسرعه لو قلنا ان these are photo micrographs يعني ايه فوتو تصوير صوره مايكرو صوره متاخده من مايكروسكوب جراف صوره برضو بس مش رسم هي صوره مصوره طبعا انا مش جايباها عشان اقول لكم ايه بقى السيلز دي ولا ايه الاستراكشرز دي انا جايباها عشان حاجه ثانيه خالص نوع المايكرو
لو قلت لكم ان الصورتين دول لنفس الستراكشر لنفس الشريحه خلاص، بس انا مصوراها عن طريق ميكروسكوبين مختلفين. مين يقول لي كده ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ ايوه دكتور علي صوتك شويه. دي واضحه اكتر تمام، يعني قادر تشوف فيها التفاصيل اكتر تمام. طيب في حد غاوي تصوير؟ ما شاء الله انتوا ايه ده دفعه متعدده المواد ما شاء الله. طيب حد بقى من اللي بيصوروا؟ دكتوره في كان حد رافع ايده هنا؟ دكتوره ناخد بقى واحده ليدي يعني ليدي قول لنا يا دكتور في التصوير في عالم التصوير لما حضرتك تيجي تشتري كاميرا بتدوري على ايه؟ ايوه انا عايز الكلمه اللي قلتيها ريزوليوشن، يعني ايه كاميرا بتطلع لي صوره بريزوليوشن كويس؟ يعني ايه؟ كل حاجه فوكس تمام، كل حاجه الديتيلز واضحه. لو حبيتي تكبريها مش دايما في المسابقات بيشترط مش هتبقى بيكسليت طبعا، انتوا جينيريشن بتاع ديجيتال على طول ديجيتال، مفيش بقى الفيلم ولف الفيلم محمد الفيلم على المصوراتي او الاستوديو وبعدين اطلع على الورق، لا انتوا خلاص اختصرتوا الكلام ده كله بتكلموا ديجيتال، فاحنا برضو هنكوب معاك. طبعا انا بالنسبه لي من ايام قدماء المصريين لما كانوا بيصوروا على الحجر فدي برضو غير ما عصرتهاش. فالكلام كويس معناها ان الكونسبت واضح في ذهن حضرتك، يبقى اذا الاسطوره دي زي ما الدكتور قال واضحه اكتر، انما دي مهزوزه هيزي شويه ما انتش قادر تشوف فيها تفاصيل دقيقه. احنا ناس كونستولوجي معقدين بنبص في التفاصيل فده ما ينفعناش. اما اجي اشتغل مثلا على مايكروسكوب والاقي ان عايز اكبر، انا يعني عايز اشوف خليه صغيره بكبرها، اهتم اكتر بان انا احصل على قوه تكبير عاليه وبس، ولا اللي الدكتور قالت عليه ده اللي بيحدد سعر الكاميرا؟ يعني مش الماجنيفيكيشن مايكروسكوب، مش الماجنيفيكيشن وبس، الكواليتي بتاعت العدسات. ليه بلاقي لايت مايكروسكوب مثلا ب 1500 جنيه وواحد قريب منه جدا الاقيه ب 15000؟ عشان الكواليتي بتاعت العدسات هنا وهنا مختلفه، ده الريزوليوشن بتاعه قليل وده الريزوليوشن بتاعه كبير. طب انا برضو مش فاهم الريزوليوشن ده يعني ايه درجه الوضوح، يعني ايه الفرق بين ده وده؟ برضو انا مش قادر افهم، عايز احط ايدي كده على معنى الريزوليوشن. What do we mean by resolution؟ اتفضل. اي ايه ده ريزوليوشن؟ يعني امتى اقول ان الريزوليوشن ده احسن من الريزوليوشن ده؟ اما اشوفها اوضح، يعني اوضح يعني ايه؟ بتتزق. ايوه؟ ممكن اشوف حاجه خليتين بخليها واحده في ريزوليوشن اقل. ايوه. ريزوليوشن اوضح يبقى ليزر خليتين. تمام، فتح الله عليك. كده المعنى اللي احنا عايزين نوصله بدا يبان. ايه رايك يا دكتور؟ لو شفت في حاجتين جنب بعض، خلايا احنا بالنسبه لنا خلايا او ستراكشرز جوه الخلايا، حاجتين جنب بعض المسافه اللي ما بينهم قليله قوي اولموست، يعني يعتبروا لازقين في بعض بطريقه او باخرى. لو لقيت اوبتيكال سيستم، لو لقيت اوبتيكال سيستم زي الميكروسكوب يديني صوره زي كده يبين لي ان هما بعاد عن بعض، يبقى اكيد الريزوليوشن هنا اعلى، يعني هشوف تفاصيل اوضح من هنا. دول هيزي دخلوا في بعض تمام، فده بالظبط المقصود بيه درجه الوضوح او الريزوليوشن او التباين. نحوله بقى لكلام، في حاجه اسمها ماجنيفيكيشن اوف ذا مايكروسكوب، يعني
It is the ability of this microscope to enlarge the structure اللي أنا بشوفه. بيكبر. بيكبره بس. The degree of enlargement. قد إيه كبرته. طيب. الريزوليوشن مختلفة. الريزوليوشن ده بيقيسلي إيه بالظبط أو الرقم اللي بشوفه على العدسة ده معناه. أقل مسافة ما بين نقطتين يبنولي باستخدام هذا السيستم as two separate points مش لازقين في بعض زي الصورة اللي قبليها. تمام؟ يبقى resolution it is the least distance مسافة أقل مسافة ما بين two points or two structures. السيستم ده الأوبتيكال سيستم ده يعني مايكروسكوب ده يقدر يوريهم لي ان هما two points مهماش واحد. يبقى ده اللي بيديني ريزوليوشن عالي او درجة الوضوح او ان انا اقدر اشوف التفاصيل كتير. تمام؟ على فكرة يا دكتور البرزنتيشن هتبقى معاكم كاملة. ما تتريش نفسك وتصوري. خلاص؟ وان شاء الله هتبقى اونلاين النهاردة. لو هقدر انزلها على الاي ليرنينج ولنكود لو مش هقدر هنزلها على التليجرام. هتواصل مع دكتور شهير بحيث ان هي تبقى معاكم النهارده باذن الله. فانا عايزه انتباه. انتباه بمعنى افهم. احنا قلنا عايزين نفهم وانس ونحفظ بعد كده بقى براحتنا. كل واحد وشطارته. لو بتكلم مرتين اللي محتاج 10 كل واحد عارف نفسه. معنى كده ان الماجنيفيكيشن دايما بيبقى ارقام كبيره. كل ما زادت كل ما بقى الماجنيفيكيشن اكبر واداني فرصه اشوف تفاصيل اكتر. الماجنيفيكيشن بجيبه ازاي بتاع اي مايكروسكوب؟ الماجنيفيكيشن بيبقى فيه على كل عدسه في المايكروسكوب عليها الماجنيفيكيشن بتاعها قوه التكبير بتاعتها. بنلاقيها رقم وجنبه اكس. اكس دي اللي هي وحده التكبير اللي اسمها الديوبتر. الديوبتر ده جبت عدسه لقيت مكتوب عليها 10x يبقى دي بتكبر لي اي ستراكشر 10 مرات. تمام؟ يبقى انا عشان احسب الماجنيفيكيشن بتاع اللايت مايكروسكوب اللي احنا هنستعمله ده بعمل معادله بسيطه جدا. بضرب قوه تكبير الاوكيولار لينس او اللي هي الاي بيس اللي انا ببص فيها بعناية مع العدسه الاوبجيكتيف اللي هي تحت ناحيه الشريحه. فوق مثلا عدتها بتبقى 10x وتحت انا بختار ان الميكروسكوب بيبقى فيه اكتر من عدسه تحت في 4 في 10 في 40 في 100. تمام؟ الاي بيس برضه بيبقى فيها 10 ده ستاندرد في حاجات بتبقى 12 ونص وفي حاجات 15 ده اقصى حاجه. هل معنى كده ان احنا ما نقدرش يعني نصنع عدسه تديني 500 مثلا؟ بدل ما احط تحت 100 وبس ما احط 200 و500 مثلا. بالظبط هيديني ماجنيفيكيشن بس مش هيديني ريزوليوشن عالي. فانا بصنع عدسات باكبر تكبير ممكن ويحافظ لي على الريزوليوشن لان دي خامه ازاز او سيليكون ليها يعني هجيب اخرها. بعد كده مهما اكبر يعني ادي قوه تكبير هتبقى الصوره مهزوزه وبهتانه زي اللي احنا شفناها. يبقى الماجنيفيكيشن ده الانلارجمنت بتاع الصوره. بجيبه ازاي؟ بضرب الماجنيفيكيشن اوف ذا اي بيس او الاوكيولار لينس تايمز الاوبجيكتيف لينس وبيطلع لي رقم كبير. بيبقى بحط له وحده القياس بتاعتي او وحده التكبير هي الدايوبتر او الاكس حرف اكس. انما الريزوليوشن بيبقى ازاي؟ الريزوليوشن ده مسافه. مسافه يبقى بوحدة أطوال بقيس طول متر سنتيمتر مليمتر أنزل بقى. تمام؟ فعادة في يعني كام رقم كده زراف يعني ليهم كده سيجنفكنس. لو بصيت على حاجة بعينك أنت ما هو ده أوبتيكال سيستم. عندك قرنين كورنيا وعندك إيكوس هيومر سائل وراها وعندك عدسة جوه عينيك وبعدين عندك سائل زجاجي فيتريس هيومر وبعدين عندك الشبكيه اللي بتشوف بيها. مش ده تركيب العين ببساطه كده؟ طيب الحاجه عشان اشوفها لازم تعدي في كل دول.
اللايت لازم يعدي في كل ده. بيبقى ده اوبتيكال سيستم زيه زي الميكروسكوبات المختلفه اللي هنشوفها. النيكد اي يعني لو بصيت على حاجه بعيني الريزوليوشن بتاع عينينا ده يعني ما يشوفش نقطتين ان هما نقطتين بعيد عن بعض. اقل مسافه اقدر اشوفها كده لو كان 0.2 مللي متر، ده اقصى حاجه. عشان كده في حاجات لو حد مثلا قاعد من مسافه بعيده مش هيقدر يشوف الحروف دي، خلاص الريزوليوشن بتاعها محتاج ريزوليوشن اعلى من عينيك عشان تقدر تشوفها. لو شفنا اللايت مايكروسكوب ميكروسكوب الضوئي العادي المسافه اقل مسافه توريني ان دول نقطتين بعيد عن بعض 0.2 مايكرومتر، دي علامه المايكرومتر. المايكرومتر ده قد ايه من المليمتر؟ 6 واحد على 1000 خلاص 10 to the power minus 3. تمام. الاي ام بقى الميكروسكوب الالكتروني اظن طبعا يعني بيدينا قوه تكبير كبيره جدا. يعني هنا مثلا لو قلنا على اللايت مايكروسكوب اقصى حاجه اقدر اجيبها اقصى تكبير بريزوليوشن كويس اقدر اشوف بيه حوالي 1250 ل 1500 مايكرو مش اكتر من 1500 مايكرو. تمام. مش لاني ما اقدرش اصنع عدسات تديني اكتر، اصنع بس الريزوليوشن هيزيد. تمام، مش هيسمع باكتر من كده. لكن الالكترو مايكروسكوب ممكن يديني 500,000 مرة تكبير. ده ميكانيزم تاني خالص. ففي ريزوليوشن أعلى، بمعنى إن المسافة ما بين نقطتين لو كانت 0.2 نانومتر هشوفها الصفر. مش 0.2 مايكرو، النانومتر قد إيه؟ ماينس 6 خلاص؟ 1000. طيب يبقى دي تورينا بس انواع الـ يعني الـ الكلمتين المصطلحين اللي هنستعملهم ماجنيفيكيشن وريزوليوشن، ولازم نبقى عارفين كويس قوي الحته دي. دي ممكن تجيلنا نظري، اسئله نظري. تمام؟ يعني ام سي كيوز في وسط الام سي كيوز كده نلاقي حاجه ريليتد للموضوع. طيب لو بدانا نتكلم بقى على السيل هيستولوجي بقى هيستولوجي. السيل دي از ذا structure and functional unit of our body. دي الوحدة اللي برجع لها. اشمعنى يعني؟ لأن هي وحدة قائمة بذاتها، تقدر تشتغل وتعيش نفسها وتعمل الشغل المطلوب منها باستخدام كل الأجهزة بقى اللي موجودة فيها. طيب، السيل دي يا ترى ليها شكل ثابت؟ شكل واحد ثابت كده وحجم واحد وفانكشن واحد؟ ديفنتلي لا طبعا. جسمي محتاج يعمل فانكشنز كتير قوي، فاكيد السيلز اللي فيه هتبقى السيلز دي ليها اشكال مختلفه، ليها وظائف مختلفه، ليها تركيب مشترك مع بعض في جزء كبير، لكن كل سيل بتعمل فانكشن مختلفه محتاجه حاجه زياده او حاجه متخصصه عشان تساعدها. ده منظر نقدر نشوف فيه different types of cells. في cells مثلا بتبقى rounded وكبيرة، في cells rounded وصغيرة، في cells ليها process كده يعني رفيع كده بيحوط حاجة، في cells تبقى spindle in shape يعني زي الشكل، في cell زي الشهيرة دي طبعا نفس cell اللي انتوا عارفينها بيبقى لها بروسيسز كتيرة واحد منهم طويل قوي وقصة وشغلانة. في سيلز الرجل يعني ملخبطة شوية، في سيل زي السبيرم مثلا بيبقى لها فيري يونيك شيب ليها هيد وناك صغيرة وبيل طويل، دي كلها أشكال مختلفة. يبقى سيلز هاف ديفرنت شيبس، يا ترى حجمهم زي بعض؟ لا طبعا، في سيلز صغيرة قوي 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 وفي سيلز كبيرة وفي سيلز ان بتوين بقى. في مثلا الاوفا الفويضه دي از ا فيري هيوج سيل، الدايمتر بتاعها كده 200 مايكرو يعني ممكن بتتشاف حتى يعني تتشاف بالعين المجرده حاجه مكفوته كده. وفي سيلز مثلا في السيريبيلا حاجه فيري فيري سمول مثلا 5 مايكرو الدايمتر بتاعها، فطبعا في فاريشن كبير. المسلز مثلا زي ما هناخد في مسلز صغيره جدا جوه عينينا
الطول بتاعها حاجه يعني ممكن يكون بالمايك. وفي سنس ماسل سنس 50 سنتي و 40 سنتي طول على حسب هي فين وبتعمل ايه. تمام؟ طيب اي سن بقى المعلومات بتاعت البيولوجي، اي سن في جسمنا بيبقى ليها سايتوبلازم ونيوكليس. نيوكليس جوه حجمها طبعا وشكلها برضه بيفرق زي ما احنا شايفين، في نيوكليات بتبقى راوندد، في حاجات اوفر، في حاجات مالتي لوب يعني اجزاء كده صغيره او فصول صغيره ماسكه في بعضها، في نيوكليات بتبقى فاتحه وفي نيوكليات بتبقى رامقه ما فيهاش اي تفاصيل باينه فيها. هندرس ده كله كل حاجه لما يجي وقتها. لكن اي سيل بيزك ستراكشر بتاعها في سايتوبلازم وفي نيوكليس. طيب السيل بقى سايتوبلازم والنيوكليس، السايتوبلازم بقى بما انه يمثل الجزء الاكبر منها في ايه؟ السايتوبلازم بيتكون من 3 كومبوننتس، في جزء سائل ميه دايب فيها شويه حاجات ما اقدرش اشوفه بعينيا، ما فيهوش حاجه، ما فيهوش حاجه تتشاف، لكن كيميكالي انا بقدر استدل على وجود حاجات كتير جدا دايبه فيه. تمام؟ وفي حاجات معلقه فيه كده، يعني في اوبجكتس موجوده في السيتوبلازم، ستراكشرز ماينيوت ستراكشرز موجوده في هارد بارتكلز. بقسمها لنوعين، اورجانيتس وانكلوجنز. اورجانيتس جايه من اورجان، اورجانيل تصغير اورجان، بالعربي كنا بنقول عليها عضيات الحيه، مش عضو، هي مش عضو، هي عضيات تصغير عضيات حيه. الاورجانيلز دي يعني ايه؟ ليه يعني قسمتهم على اساس ايه؟ على اساس ان الاورجانيلز دي ار ليفنج كومبوننتس اوف ذا سيل. يعني ايه ليفنج؟ يعني تانيين ميتين يعني؟ ما هو ليفنج حي وعكسه ميت. هو انا عندي حاجات ميته يعني؟ ايه المقصود بليفنج دي؟ مقصود بليفنج ان هي it can perform vital processes، يعني فيها انزيمز وفيها حاجات بتاخد يعني بتعمل بعض العمليات الحيويه كده. لكن الانكلوجنز دي بتبقى غالبا برودكتس، يعني نتائج للشغل بتاع بعض الاورجانيلز دي، او ساعات حاجات جايه من بره بتتخزن فيها. تمام؟ يبقى الاورجانيلز دي ار اسينشال كومبوننت اوف ذا سيل. يعني ايه اسينشال؟ يعني ضروريه، يعني حيويه، يعني لو مش موجوده السيل هتموت، ما تقدرش تستغنى عنها. ليه؟ زي ما قلنا دي حاجه حيويه فيها انزيمز تشتغل، او في حاجات ما فيهاش انزيمز بس لازم حلق لها يعني فانكشن، السيل ما تقدرش تستغنى عنها. يبقى الاورجانيلز دي سمول اورجانز وبتبقى سبيشالايز. هنشوف كل واحد منهم ليه فانكشن معينه يخدم بيها الخليه لمصلحه الخليه. تمام؟ واسينشال فور لايف، بتعمل حاجه لا يمكن نستغنى عنها. الانكلوجنز اللي هي الحاجات ممكن تكون متخزنه فيها متكونه كده، زي ايه مثلا؟ زي جلايكوجين. الجلايكوجين ده اللي هو ستورد، which type of nutrient؟ الجلايكوجين كربوهيدراتس. الخليه اما بتحب تحوش او تخزن كربوهيدراتس، الخليه بتاع جسمنا هيومن او الانيمال سيل ان جنرال، بتقدر تعمل ستاش. ما هو البلانتس بتعمل ستاش، بتخزن الكربوهيدراتس في صوره ستاش نشفه. لكن احنا الانيمال سيل او الهيومن سيل بتخزن الكربوهيدراتس في صوره جلايكوجين، يبقى ده ستور كربوهيدراتس. ممكن اخزن فاتس، تمام؟ ممكن اخزن بروتينز؟ لا مفيش. البروتينز ما بتخزنش. اي سيل بتعمل بتصنع بروتينز هنشوفها برضه في الكورس بتاعنا، اي سيل بتصنع بروتينز ما تعرفش تحوش بروتينز جوه الخليه، بتطلعها على طول اول باول، تفرزها لبره. البروتينز جاينت موليكيولز، حجمها كبير. لو هتخزن بروتينز ساعة
السلك بتبقى زحمه جدا. يبقى اذا ممكن برضو الاقي بيجمنتس في بعض الخلايا فيها صبغات طبيعيه هي اللي بتصنعها زي الميلانين. الميلانين تمام. الميلانين دي اللي هي براون بيجمنت اللي موجوده في السكن، موجوده في الهير، موجوده في الايريس اوف ذا اي، يعني موجوده في حاجات كتير بتدي لون بني. في طبعا ثغره ثانيه اسمها الهيموجلوبين. هل هنا بقى ينطبق عليها التعريف اللي هي نان اسينشال؟ هل حد يعرف يعيش من غير الهيموجلوبين؟ لا. لا طبعا. فدي اكسبشن بكل قاعده شواذ، يعني دايما بنقول الانكلوجنز مش مهمه قوي، يعني ممكن السيل تستغنى عن وجودها، ممكن تبقى موجوده في كميه كبيره في اوقات وفي اوقات ثانيه تقل. انواع من الخلايا تهتم ان هي تحوش حاجات اكتر من الحاجات الثانيه. لكن لو جينا لانكلوجن زي الهيموجلوبين وفي حاجه شبيهه دي اسمها مايوجلوبين، اي حاجه فيها مايو يعني مصل ريليتد للمصل للعضلات. مايوجلوبين وهيموجلوبين، هيمو يعني للبلد ريليتد للدم. الهيموجلوبين والمايوجلوبين دول بيجمنت صحيح بيتحوشوا بعض الخلايا و they are very vital and very important for the function، يعني دول استثناء تمام؟ يعني نعتبر الهيموجلوبين لا ما نعتبرهوش اورجانيل، نعتبره انكلوجن، بس حتة ان هو نان اسينشال دي لا ما تنطبقش عليه، لكن هو انكلوجن لانه ده مش اورجانيل ما فيهوش الانزيمز والاكشنز اللي بتتعمل في الاورجانيل. تمام يا دكاترة؟ في حد مش متابع؟ أنا ماشية بريد بطيء جدا في الأول عشان احنا بس دي البداية، بعد كده إن شاء الله هيبقى مفيش مشكلة بإذن الله. طيب بالنسبة للأورجانيز يبقى احنا قلنا السيل فيها فلويد بارت في السيتوبلازم وفي أورجانيز وفي إنفلوجن. هنمسك الأورجانيز لأن هي دي أهم حاجة. السيتوسول او الفلويد بارت من السيتوبلازم احنا قلنا ده ما بنشوفش فيه حاجه، لكن بنستدل على وجود كيميكالز كتيره موجوده فيه. ممكن الاقي فيه سيمبل شوجرز مثلا، السكريات الاحاديه دي، امينو اسيدز، فاتي اسيدز، حاجات صغيره دايمه مش مالهاش شكل اقدر اشوفها بيه. ممكن الاقي فيها ايونز، صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، كالسيوم. ممكن الاقي فيها مينرالز، ايرون، كوبر، زنك، اي حاجه من دول. ممكن الاقي هرمونز دايبه، ممكن الاقي ميه طبعا بنسبه كبيره، احنا 75% من الكونتنت بتاع السيتوبلازم ده عباره عن ميه تمام. يبقى فيها حاجات كتير ما بتتشافش. لو جينا للاورجانيز اللي هي اهم بقى كومبوننت هنرجع برضو نقسمهم لنوعين على حسب اذا كان سراوندد باي ميمبرين ولا مفيش ميمبرين. بقسمها لجروب بسميها membranous organelles. membranous organelles يعني فيها membrane، يعني فيها غشاء تمام. ايه بقى عباره عن cell membrane والميتوكوندريا والاندوبلازميك ريتيكولم من النوعين بتوعها rough and smooth، جولجي complex، اللايسوسومز، وحاجه ما عرفتهاش قبل كده اسمها secretory vesicles تمام. كل الستراكشرز دي، كل الاورجانيز دي عليها ميمبرين مغطيها من بره. في حاجات نان ميمبرينز ودي دايما الطالب بيبقى بيقول ايه؟ هما دول المهمين ودول اي كلام. طالما ما عليهاش ميمبرين مش مهمه. لا طبعا مهمه ومهمه جدا. خلاص؟ بس هي كده خلقتها كده، ربنا خلقها من غير ميمبرين. لكن بتشتغل وبتشتغل فيري افيشنت. زي رايبوسومز والسنتريولز. وبيطلع منها بقى حاجات موديفيكيشن بنسميهم سيليا وفلاجيلا. في فيلامنتس خيوط في السيتوبلازم موجوده بانواعها اكتين مايوسين انترميديت فيلامنتس. وفي سيتوسكيلتون ده جزء من السيتوسكيلتون او السكيلتون بتاع الخليه، الهيكل بتاع الخليه اللي بيخليها مفروده كده وليها شكل معين وبيسمح للكيميكال رياكشنز اللي هي تحصل في السيتوبلازم ان هي تحصل. في معمل ما فيهوش بنشات وما فيهوش ارفف للكيميكالز وكده، لا طبعا لازم يكون فيه ولازم يكون فيه مساحه عشان نعرف نتحرك فيها، لكن لو ما فيش هتبقى الدنيا فيها مشكله كبيره. يبقى ده السكيم اللي هنمشي عليه واحنا بندرس محتويات
الخلية. أول حاجة بتقابلنا أي خلية هو سيرمبرين. مفهومنا عن سيرمبرين هنا جي وقت إن إحنا نظبطه. إحنا دايماً نتخيل سيرمبرين من برين حاجة كده ناشفة محوطة الخلية. زي بالظبط البيضة بيبقى عليها قشرة صلبة من بره وتحت منها ممبرين رفيع كده. احنا بنتخيل السيل بالمنظر ده، الممبرين الرفيع ده وجواها النيوكليوس اللي هي الصفار والسيتوبلازم اللي هو البياض. Which is wrong. السيل ممبرين مش عامل كده. هو حاجة سوفت ما هياش حاجة هارد وما هياش مقفولة مصمطة تماما كده ومتغير دايناميك. يعني ما هياش ستاتيك، ما هياش حاجة متكونة وبس. يعني بمعنى ان السيل ممبرين بتاع الخلية الفلانية دي دلوقتي هيبقى زي بكرة، زي الأسبوع الجاي، زي الشهر اللي جاي والسنة الجاية. لو هي خلية عايشة معايا يعني مكملة فترة طويلة. لا، السيل ممبرين ده ستراكشر دايناميك. دايناميك يعني ايه؟ ديناميكا. ستاتيكس ودايناميك. ستاتيكا وديناميكا. تمام؟ ديناميكا يعني فيها حركة. بس هنا مش المقصود ان السيل ممبرين بيتحرك يعني هيمشي. الشكل بتاع الشكل بيتكون ويتاخد منه حتة تترمي ويتضاف له حتة جديدة وهكذا. This is what we mean by dynamic structure. يعني في حالة إحلال وتبديل كل شوية. تمام؟ طيب السيل ممبرين ده يا ترى هو حاجة أقدر أشوفها باللايت مايكروسكوب؟ لا. ده قولي لي الاول الثيكنس بتاعه كام وانا اقول لك اذا كان هيبقى ريزول باللايت مايكروسكوب ولا لا. احنا عارفين الريزوليوشن باور كام؟ 0.2 يبقى مايكروميتر. دي اقل مسافه، يعني اقل مسافه بالمايكروميتر. تمام. لو قلنا هنا ان السيل ممبرين الثيكنس بتاعه بيبقى افريج كده عشان ما يحصل ارقام كتير اراوند 9 تو 10 نانو متر. يبقى كان يو سي ذا سيل ممبرين يوزنج ذا لايت مايكروسكوب؟ نيفر. ما بنشوفوش. امال ليه بعض الخلايا لما بنشوفها باللايت مايكروسكوب بنلاقي خط كده حواليها؟ اللي بنشوفه ده اكشوالي مش السيل ممبرين نفسه، ده حاجات محيطة بيه، الانترستيشيال فلويد وحاجة اسمها السيل فولد، هنرجع لها تاني. لكن دايما هتلاقوا باللايت مايكروسكوب نقدر نشوف نشوفه باستعمال سبيشال ستينز، مش هيماتوكسيك ميوسين، الريجولار ستين بتاعتنا أو روتين ستين، بنستعمل سبيشال ستينز. سبيشال ستينز هتاخدوها في العملي كلهم كرر كده ورا بعضهم. My advice ما نقعدش نضيع وقت في ان احنا نحفظه. خليهم عندك. طول ما احنا ماشيين في الكورس كل شوية هنجيب سيرة واحدة منهم. وهنقول هي ايه شكل ولونها ايه وبتصبغ ايه. لكن في ناس تبقى مجتهدة من الاول كده ولما بتاخد هذه المحاضرة او البراكتيكال بيجي لها صدمة شديدة واحباط شديد. ونرجع نقول الهيستولوجي مادة حفظ وبس. تمام؟ فانا بقول لكم هم الاول هتاخدوها من باب العلم بالشيء، مش هنحفظها مش للحفظ. طول ما احنا ماشيين هنجيب كثيرة واحده منهم وفي الاخر هتلاقي نفسك عرفتهم كلهم. لكن ما نضيعش وقتنا وطاقتنا في حفظهم من الاول. في فرقه اسمها PAS اختصار Periodic Acid Shift. هل مسمح لنا نقول عليها PAS؟ This is an international abbreviation. International abbreviation يعني اختصار دولي. يعني لو قلته في اي حته على اي في اي مكان في كونفرنس مثلا خلاص الناس كلها وصل لها هذا الابريفيشن. يبقى في فرقه اسمها PAS دي بتسبق الكربوهيدرات. اي حاجه فيها كربوهيدرات بتتسبب بلون ماجنتا ريد. يعني ايه ماجنتا ريد؟ الفوشيا. خلاص البنات عارفين طبعا اللون الفوشيا. خلاص ده اسمه ماجنتا ريد. في كمان الاي جي ودي اعتقد انكم عارفينها. دي اختصار ايه؟ سيلفر. بيريودك تيبل سيلفر.
سيلفر ستين بتدي لون بني. اي حاجه مصبوغه بالسيلفر تبقى لونها بني. واكتشوالي عارفين ان ده بعيد عن الريزوليوشن بتاع لايت مايكروسكوب، فاستحاله اشوف الستيمبرين ده بالنانوميتر، وانا اقل حاجه اقدر اشوفها بالمايكروميتر، يبقى ما ينفعش. تمام؟ لكن انا بشوف الحاجات اللي لازقه في الستيمبرين من بره ما بين السيلز وبعضها، هي دي اللي بتتسبب وبتحدد لي شويه كده، فبتديني الاوت لاين بتاع السيل. لكن this is not the exact cell membrane اللي احنا هنتكلم عنها. يبقى معنى كده بما انه بالنانوميتر، مين اللي بيديني الريزوليوشن بالنانوميتر؟ الالكترومايكروسكوب. دايما في اي حاجه في الهيستولوجي هتلاقينا بنتكلم على ال ام و اي ام. ال ام مقصود بيها اللايت مايكروسكوبيك بيكتشر، بقى هشوف ايه باللايت مايكروسكوب. وهنا الـ EM للإلكترون مايكروسكوب. تمام؟ هيبان لي ثلاث طبقات. تراي لاميلر أو تراي لامينر ستراكشر. يعني في ثلاث طبقات. واحدة غامقة، ونمرة اثنين فتحة، ونمرة ثلاثة غامقة. الغامق ده بسميه إلكترون دنس. والفاتح بسميه إلكترون لوسن. يبقى تراي لاميلر ستراكشر في ثلاث طبقات، اثنين غامقين وفي النص في طبقه واتر، وعليه حاجه كده فازي او مخربشه كده مش واضحه، ده اللي بسميه سيل كوت. خلاص، كان السيل لابسه بلطو، يعني حاجه اضافيه عليه من بره. ده عباره عن كربوهيدرات. سيل كوت ده طبقه كربوهيدرات محيطه بيه، علشان كده بتتسبب بالـ PAS اللي بيسبق الكربوهيدرات. هنقف لغاية كده، وطبعا شكر للدكتور مستوي ان هو تفهم يعني الظرف اللي عندي وخلانا ناخد المحاضرة. تمام؟ المايك كمان باظ. خلاص، شكرا ليكم، وان شاء الله المحاضرة عندكم. دكتور انا عايزة نفتح.